النهارده اول مره الكهرباء تقطع عندي في البيت وانا في السعوديه، وانا بقالي سنه وتسعة شهور في السعوديه عمرها ما الكهرباء قطعت عندي. الكهرباء قطعت عن الشارع كله 25 دقيقه بالظبط تقريبا، يعني ما حسيتش بيها. دخلت الحمام خرجت كانت الكهرباء رجعت، وبعد ما الكهرباء رجعت بساعه جت لي رساله، الرساله من شركه الكهرباء ان هم عارفين ان في عطل حصل، وان هم بالظبط الموضوع اصلا ما خدش 25 دقيقه، قطعت ورجعت، ان هم عارفين ان في عطل حصل وان هم هيحلوا المشكله في اقرب وقت، تكمله الرساله يعني، وان هم بيعتذروا عن اللي حصل. انا بجد ما شاء الله عليهم، انا منبهر من تطور السعوديه. السعوديه واخده كميه جوائز ما شاء الله السنه دي عن التطور اللي بقت فيه، انت مش متخيل. كل حاجه في السعوديه هنا مرتبطه ببعض الكتروني، يعني ابشر بقى وتوكلنا وكل الكلام ده، كل حياتك في الموبايل. اوروبا بدات تدخل الموضوع ده جديد، انت متخيل ان احنا السعوديه سابقه اوروبا؟ والناس تلومني في حب السعوديه، بلد فيها فرصه لكل الناس. انا فتحت شركتي في السعوديه، انا اول فلوس عملتها في حياتي ومسكت بجد فلوس كان في السعوديه. يعني على فكره سافرت اوروبا سنتين وعشت فيها، بس ما حسيتش بالامان ولا النجاح الملموس ولا دعم الدوله ليا غير في السعوديه، ما حسيتش في اوروبا. فلحد النهارده بيجي لي رسائل ناس بتقولي انا جاي لي عقد عمل في السعوديه، اجي ولا بلاش؟ انا بسمع ان السعوديه تسمع ايه، دي بلد لما الكهرباء بتقطع فيها 25 دقيقه يبعتوا لك رساله بيعتذروا فيها. في هنا في السعوديه رؤيه اسمها 2030، دي رؤيه ولي العهد محمد بن سلمان ربنا يحفظه. الرؤيه دي خلال السبع ثمان سنين اللي فاتوا خلت البلد بجد تروح في حته ثانيه. الناس اللي بتقعد تقول انت بتطبل السعوديه، انا مسامحك والله مسامحكوا، لان انت ما جيتش السعوديه ولا شفت الاختلاف ولا تقديرك هنا، انت لسه ما شفتش تقديرك على فكره. ده معزك السعوديه وكل حب ليكوا وتقدير ليكوا، بحب اهل السعوديه جدا وعارف ان هم بيحبوني، ودايما ان شاء الله مصريين والسعوديين اخوان واقرب شعبين لبعض باذن الله.